إشعار قاله القديس بولس: أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيك. حد الرفاع صوم وصلاة وصدقة. الكنوز، كنوز الأرضية هي الذات. التجربة، التحدي الأساسي هو الذات. الابن الضال اللي خلى الولد ده يسيب بيت أبوه ذاته. السامرية محبوسة في مرارة صغر النفس. المخلع اللي عايش مع نفسه بيبقى زي المشلول. المولود أعمى، الذات بتعمي الإنسان. حد الشعانين يعرفوا يكسروا ذاتهم. أنا ما أنا. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة الأربع من الأسبوع الثالث للصوم الكبير، ومعانا مجموعة نبوات النهاردة من يوئيل النبي إصحاح 2. يوئيل النبي بيقول إيه؟ وأنتم يا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه قد أعطاكم أطعمة البر ويمطر البر ويمطر عليكم المطر المبكر والمتأخر في أوانه، فتمتلئ البيادر حنطة وتفيض حياض المعاصر خمرا وزيتا، وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد والجندب إلى آخر. أول تعبير هنا يشغلنا: ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم. احنا موضوعنا اللي شغلنا أنا ما أنا أو إنكار النفس. الإنسان اللي مشغول بنفسه ما بيفرحش غير بنفسه. لما بيعمل حاجة ترضي نفسه يفرح، ولما يعمل حاجة تضايق نفسه يزعل. فاللي يفرحه نفسه واللي يزعله نفسه. عشان كده أغلب الناس ما تلاقوهاش فرحانة، لأنه إيه، نادرا ما بيعملوا يعني إنجازات مفرحة كتير، فقد ما بيفرح بيزعل أضعف. الإنسان الروحاني فرحان بربنا، لأنه الإنسان الروحاني طالع بره نفسه، مش مشغول بنفسه، مشغول إن ربنا بيحبه، وربنا ده أبوه، وربنا مديله حاجات كتير. فزي الطفل السعيد إنه غرقان حب، لكن سر سعادته مش ذاته، مش نفسه، سر سعادته براه. ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم. كم واحد فينا بيفرح ان ربنا سمع صلاته، او ان ربنا استجاب طلبته، او ان ربنا اداله خير كتير، او ان ربنا يعني شايف ايده في مواقف كتيرة. هل الحاجات دي بتفرحك، ولا انت مش بتشوف غير اللي انت بتعمله بايدك؟ يبقى فيه لسه ايه، انا كتير، يبقى العتب على النظر، انت مش شايف الحقيقة. ابتهجوا وافرحوا بالرب الهكم. تصور واحد زي القديس بولس يبقى جوه السجن يقول افرحوا في الرب كل حين. طب يقدر يقولها ازاي دي؟ ازاي تفرح في مكان زي كده وبتقول للناس افرحوا قوي؟ بس افرحوا في الرب في نفس الاصحاح اللي بيقول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. يبقى اللي مشغول بربنا وراس ماله ربنا بيعرف يفرح بربنا، انما اللي راس ماله ذاته طبعا مش عارف يفرح. يقول لأنه أعطاكم أطعمة البر ومطر عليكم المطر. المطر دايما، لو تفتكروا امبارح احنا قلنا المية أو المية الحية بالذات رمز للروح القدس. فربنا ادانا أطعمة البر، يعني مثلا الكلام الحلو ده اسمه طعام البر، أو جسد المسيح ودمه على المذبح ده طعام البر. ومطر علينا مطر مبكر ومتأخر، يعني بيملانا بروحه. فإذا ربنا بيدينا حاجات أغلى كتير من الأكل والشرب واللبس والنجاح، وكل ده بيجي، لكن في حاجة أغلى، البر. اطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. فيقول تمتلئ البيادر حنطة، يعني المخازن تتملي، دي رمز للغنى. يبقى الواحد شبعان بربنا كده. فلو الواحد صايم صح، بيصلي كويس، مركز في ربنا، راس ماله ربنا، تلاقوه مليان بالروح، شبعان بربنا. وتفيض حياض المعاصر خمرا، يعني يبقى الواحد بيدلدق كمان، يفيض. وده اللي قاله المسيح على الروح القدس لما قال ايه،
من آمن بي تجري من بطنه أنهار ماء حي. أو لما قال اللي يشرب من المية اللي بديها أنا تفيض فيه ينابيع، يعني تطلع منه وتغرق اللي حواليه كمان. فاللي بقى فرحان بربنا يفرح اللي حواليه، واللي بيحب ربنا يحب الناس قوي ويفرح الناس اللي حواليه، يبقى المية طالعة لبره. وأعوض لكم عن السنين اللي كلها الجراد. يعني إيه؟ في الوقت ده طبعا كان ربنا بيأدبهم لأنه كانوا بيعبدوا أوثان وكان فيهم عند شديد. فربنا من ضمن الضربات كانت ضربة الجراد اللي يجي يأكل كل الأخضر. قال لهم بصوا، لو أنتوا بقيتوا فرحانين بيا ومركزين فيا وراجعين لي وبتصلوا وبتصوموا، طب أنا عوضكم عن السنين اللي كلها الجراد. تلاقي كل حاجة خضرة، تلاقي كل حاجة حلوة، تلاقي الخير جاي لوحده والنجاح جاي لوحده والبركة جاية، يبقى كل حاجة ماشية لوحدها. كأن يقيل النبي بيركز معانا في معنى مهم، أنت فرحان بربنا ولا فرحان بنفسك وإنجازاتك؟ قادر تفرح لأن ربنا أبوك وأنت بتقول أبانا الذي حاسس بفرح، وأنت في القداس فرحان أنك هتاكل المسيح وتتملي بروحه، حاسس بالمطر اللي نازل عليك مع كل كلمة من كلام ربنا، ولا لسه دماغك في الدنيا زيادة؟ نص تاني النهاردة ده طويل قوي، بتاع أيوب، ناخد إصحاح 12 و13 و14 مش هنقدر نقرأ كلمة كلمة، لكن موضوع أنا أو الذات واضح جدا في حياة أيوب أو قصة أيوب. ليه؟ أيوب كان راجل روحاني ملتزم جدا، يقدم ذبايح، يصوم ويصلي، يخاف ربنا ويبعد عن الغلط، كل ده كان حلو. بس كان في مشكلة، أنه كان أيوب عند نفسه كبير، كان ذاته كبيرة، يعني كان شايف نفسه حاجة كبيرة قوي. فلما اتكسر بالتجربة، في الأول خدها على رجليه وقال الرب أعطى الرب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا، عريانا خرجت من بطن أمي عريانا أعود إلى هناك. وبعد شوية بقى إيه الأنا والذات دي تعبته، فابتدى يتخانق مع ربنا، أنت ليه عملت فيا كده؟ وأنا كنت وحش عشان تعمل فيا كده؟ طب ده أنا أحسن من كل الناس، طب ده الناس اللي أنت سايبهم دول ده أنا ما كنتش أستاهل يبقوا شغالين عندي. وابتدى يلخبط في ربنا، وابتدى يعترض بشدة على اللي حصل. الذات طلعت. خلي بالكم إن التذمر دايما علامة من علامات الأنا، إن الواحد يبقى مش عاجبه حاله ومفيش حاجة بتعجبه، وإنه مش راضي، وإنه مش سعيد، وانه دايما معترض، وانه يعني صعب قوي انه يتراضى. فهنا طبعا تجربة ايوب كانت قاسية، وهو ايوب كان ما كانش شخصية قليلة، لكن الذات بانت في كلامه، بالذات لما اصحابه ابتدوا يوجعوه ويقولوا له اصل انت السبب، الظهر ما ربيتش كويس، او ولادك كانوا وحشين، كلام طبعا كان شديد عليه قوي. فانفجر بقى يدافع عن نفسه بشدة. الإنسان لما يدافع عن نفسه جامد معناه أنه لسه مش شايف نفسه صح، لأن كلنا غلط، كلنا ضعف. فالإنسان يقول له يا رب أنا ضعيف، أنت كبير أنا صغير. لكن طبعا كلكم عارفين أن في آخر سفر أيوب أيوب اتضع واعترف بعجزه وسجد وقال له يا رب أنا اتكلمت زيادة، أنا آسف لأني زودت في الكلام، لأني تجاسرت واتهمتك بالظلم، وتجاسرت واعتبرت نفسي أنا صح وأنت غلط. كل ده كان من الذات. فإنكار النفس واضح جدا أن ربنا بيستخدم التجربة أحيانا لإنكار النفس. يعني كأني بحذركم، لو ما عرفناش نوصل لإنكار النفس بالذوق، بالصلاة والصوم وكلام ربنا، بمحبة الناس وخدمة الناس، يمكن ربنا يضطر يجيب تجربة تكسر ذاتنا شوية، تكسر كبريائنا، لأنه ده هيعطلنا عن الأبدية. النهاردة النص الأخير ناخده من البولس، لما بيقول إيه؟ بيقول يجب علينا أن نشكر الله كل حين من أجلكم. الشكر عكس بقى التذمر اللي كنا شايفينه في أيوب، والشكر أحد معالم إنكار النفس. الشخص اللي متواضع بجد تلاقوا الشكر سهل عنده جدا، طول الوقت بيشكر ربنا، وده تدريب مناسب للصوم. يعني سهل علينا ان الواحد يفضل طول اليوم يقول له يا رب يسوع اشكرك، ده لوحده يعجب ربنا قوي. ليه؟ لانك لما بتقول اسم يسوع
وتقول أشكرك، معناه إن أنت حاطط الفضل كله عند ربنا، معناه إن أنت معترف إن أنت ضعيف وإن مش في إيدك كتير، وإن ربنا هو صاحب الفضل كله، هو اللي خلقني وإداني ومستحملني وبيسامحني وبيحضر لي السماء، فأنت مصدق وبتشكر طول الوقت. إذن الشكر مدخل من مداخل إنكار النفس، كأن الواحد بيشطب على الأنا ويقول لا، المسيح هو صاحب الفضل، مش أنا اللي عملت حاجة، أنا ما أنا، بل نعمة الله العاملة فيا. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدية.